مع الفنان أحمد صيام، واتكلم فيه عن أهمية تكريم الفنان القدير والعظيم يوسف شعبان من السفير الفلسطيني، واتكلم كمان عن دوره في مسلسل زلزال اللي اتعرض في 2019. ما ينفعش الأستاذ يوسف يبقى بيكرم ما بقاش موجود. نحن امتداد لهذا الجيل العظيم اللي احنا فتحنا عنينا شفناه، شفنا أعمالهم المحترمة اللي بتحمل قيمة اللي بتحمل فكر، اتعلمنا منهم بعض السلوكيات في المهنة، السلوكيات اللي سنة بتندثر معرفش ليه، هم علمونا شوية حاجات بنحاول نحافظ عليها يا رب نقدر. الجيل ده اتعلمنا منه كتير كتير كتير. لو تابعتي حضرتك أعمال الأستاذ يوسف هتلاقيها كلها بتحمل معنى، تحمل قيمة، تحمل نزع وطني، تحمل بعث قومي، وده بيتوافق جدا مع انتمائك أنا الشخصية، لأن احنا جيل اتولد في زمن ثورة 23 يوليو، فعندنا النزعة القومية يمكن أشد شوية من الأجيال اللي جت بعدينا يعني. لا والله هو أنا هقول لك على حاجة، وده جت فترة كان في كده، إنما احنا كان عندنا عيد العلم زمان كنا بنكرم فيه الفنانين وهم أحياء، وبنكرم فيه العلماء وهم أحياء، وبنكرم فيه المدرسين وهم أحياء، وبنكرم فيه الطلاب. يمكن في فترة حصل دمور للفكرة دي شوية، بقينا الحياة بقت سريعة قوي لدرجة انها بتاخدنا ما بنفتكرش مين انجز ومين ما انجزش ومين عمل قيمة الا بعد ما يكون القطر فات. يا رب يبقى ده خطوة على الطريق الصحيح.